النهارده عندي رساله عايزه اقولها لكم او عايزه اشارككم فيها عن حاله موجوده تقريبا عند كل واحد فينا. سببها الرئيسي السوشيال ميديا اللي بقت مسيطره علينا في كل حاجه بنعملها وفي كل تصرف بنعمله. يعني كل حاجه لازم تبقى على الملأ، خلاص ما بقاش في خصوصيه. فرح، حزن، شغل، اكتئاب، اي حاجه بنمر بيها لازم نحطها على السوشيال ميديا. ما تفهمش ليه وعشان ايه. الغريبه الناس دايما بتبرر وتفسرها على مزاجها، يعني لازم طول الوقت نحافظ على صورتنا الاجتماعيه، على شكلنا على السوشيال ميديا اهم من اننا ازاي عايشين في الواقع بتاعنا، واننا ناس طبيعيه لينا حياتنا الانسانيه اللي ربنا خلقنا ليها، يعني عشان نستمتع بيها وعشان نعيشها بشكل حقيقي. انا هنا مش بتكلم عن مثلا المشاهير، يعني لا، على كل الناس، على الناس العاديه كمان اللي تلاقيها طول الوقت تحس انها مجبره انها لازم توصل رساله معينه انها سعيده لاي سبب، وانها ناس شاطره كويسه مفيش زيها. بس لو دورت في الحقيقه هتلاقي عندها بلاوي كتير ومشاكل الدنيا قد كده، وتلاقيهم ناس مليانه عيوب بس دايما بيحاولوا يظهروا الصوره بشكل مثالي طول الوقت. مش بس المشاهير زي ما قلت قبل كده، الناس العادية، حتى الجيل الصغير الشباب، وده اللي غريب قوي، بقوا تلاقي ولادنا على طول دلوقتي عايزين يظهروا بصورة كاملة قدام صحابهم، وإن مستواهم طول الوقت ما حصلش، مش عادي حتى، لا ما حصلش. حتى لو الدنيا عندهم مش مظبوطة، مش مهم الرضا، بس أهم شيء السوشيال ميديا. هتقول ايه حاجة تانية السوشيال ميديا عملتها فينا، وهي انها خلتنا طول الوقت لازم نتصرف تصرفات محددة عشان زي ما قلنا نظهر بشكل معين. تلاقي حد مثلا منزل صورة عادية، فالناس بقى، وده بيحصل كتير جدا، تدخل بقى وتسأل اسئلة تفاصيل في حياته، ليه وعشان ايه، وايه ده دول مع بعض، لا دول اتطلقوا، ايه ده ازاي الصورة كده، لا هي مش منزلة صورته ليه، لا شكلهم مش طبيعي، ونقعد نتدخل ونفسر كل شيء على مزاجنا. تلاقي مثلا حد مشهور بقى منزل صورة معينة، اغنية مثلا او كومنت مثلا، يدخلوا بقى الناس يا ترى ايه السبب، ايه لا ده هما انفصلوا، لا ده هما بيحبوا بعض، ايه ده شكلهم عندهم مشاكل، بصوا شكله بقى عيان ازاي، ولا بصوا شكلها بقت عاملة ازاي، وهلوم جرى. يعني مش بس ده، لا ده على طول احنا طول الوقت بقينا شغلين نفسنا بحاجات، يعني عالم كده ايه افتراضي. انا لما قررت انقل لكم الرسالة دي النهاردة لقيت ان الموضوع بقى زيادة عن الطبيعي، وعادي ان ده يحصل ومحدش مفروض يعترض، خاصة لو حد مشهور كأنه مش من حقه ينشر او يكتب اي حاجة، لازم يكتب بس الكويس عشان صورته الكاملة. حتى الناس العادية تلاقيها طول الوقت مضطرة تتعامل مع السوشيال ميديا بحذر عشان محدش يفتكر او يفسر تفسيرات مش موجودة مش عايزة. المهم ان انا مش عايزة اطول عليكم، بس الحقيقة السوشيال ميديا غيرت فينا حاجات كتير حلوة قوي، كانت ضيعت مننا كل ما هو حقيقي، وبقينا عايشين في عالم افتراضي مفهوش غلطة خالص. غيرت فينا انسانيتنا وحاجات كتير، خلتنا كلنا بقينا شبه بعض، كلنا عايزين نطلع بصورة كاملة، كلنا لازم نكون مثاليين 100% عشان محدش يقول علينا حاجة، وعشان نحافظ على شكلنا ووضعنا ايا كان احنا مين ولا ايه ظروفنا. يا ريت نرجع تاني لابسط قواعدنا، ان الناس ما تتدخلش في حياة الناس، ما تكتبش كومنت تجرح، ما تفسرش المواقف غلط، بالعكس الحياة بسيطة جدا والسوشيال ميديا هي اللي معقدة جدا. يا ريت نرجع للبساطة، نرجع للود، للاحترام في ابسط الامور، حياتنا هتبقى احسن بكتير.